السلام عليكم أعزائي الطلبة ورحمة الله وبركاته. طلابنا الأعزاء، نلتقي اليوم على الخير والبركة إن شاء الله في تصوير المحاضرة الخامسة من محاضرات الفصل الرابع، وبإذن الله تعالى راح تكون هذه المحاضرة هي المحاضرة الأخيرة من محاضرات الفصل الرابع، أو تكون المحاضرة ما قبله الأخيرة. طلاب المحاضرة السابقة اللي هي المحاضرة الرابعة تكلمنا حول موضوع التركيز المولاري، شرحناه بالتفصيل كقوانين وكملاحظات، وحلينا كل الأمثلة والتمارين المتعلقة بالتركيز المولاري. بعد ذلك انتقلنا إلى موضوع مهم جدا جدا في مرحلة الصف السادس علمي، وهو قانون التخفيف. شرحنا ما هو معنى عملية التخفيف، شرحنا قانون التخفيف، اتعلمنا العلاقة الرياضية الخاصة بقانون التخفيف، وأيضا أخذنا الملاحظات اللي تخص هذا الموضوع، وحلينا كل الأمثلة والتمارين المتعلقة بموضوع قانون التخفيف. بعد هذا الموضوع عندنا فد موضوع كلامي وبسيط جدا. هذا الموضوع الكلامي تقدر أنت تقرأه وحدك لأنه موضوع بسيط، لكن أنا راح أشرحه إليك بشكل سريع على مود أنه تكون الفكرة أوضح بالنسبة إليك. الآن لو تفتح وياي الملزمة على صفحة 137، لو نفتح الملزمة على صفحة 137 بعد موضوع قانون التخفيف تجيك مواضيع كلامية، وهي المحاليل المائية والمحاليل غير المائية، تجيك موضوع المحاليل المشبعة والغير مشبعة، وبعد ذلك عندك موضوع العوامل التي تؤثر على الذوبانية. المحاليل المائية والمحاليل الغير مائية طبعا تدارسهم بصف ثالث متوسط. انتبه وياي، المحلول المائي وهو المحلول الذي يكون فيها الماء مذيبا، مثل محلول السكر في الماء، من اسمه محلول مائي يعني الماء هو المذيب. المحلول الغير مائي هو المحلول الذي يكون المذيب سائلا آخر غير الماء، مثل محلول الكبريت في سائل ثنائي كبريتيد الكربون. الكلام جدا واضح، لما يكون المذيب هو ماء أقول هذا المحلول هو محلول مائي، لما يكون المذيب أي سائل غير الماء أقول هذا المحلول هو محلول غير مائي. المحلول المشبع والمحلول الغير مشبع، المحلول المشبع وهو المحلول الذي يحتوي على أكبر قدر ممكن من المذاب، حيث لا يمكن إذابة كمية إضافية من المذاب فيه عند درجة حرارة معينة. هذا الكلام واضح جدا وانت دارس بالتفصيل بالثالث متوسط. المحلول الغير مشبع اللي هو أيضا بعض الأحيان يسمى المحلول تحت المشبع، وهو المحلول الذي يحتوي على كمية من المذاب أقل من الكمية اللازمة للتشبع عند درجة الحرارة والضغط المحددين. الآن هذه المواضيع انتهت، مواضيع بسيطة جدا. الذوبانية، الذوبانية اللي هي قابلية الذوبان، ما هي الذوبانية؟ يقولك وهي أكبر كمية من المادة التي يمكن أن تذوب في كمية معينة من المذيب أو المحلول عند درجة حرارة وضغط معينين. انتهت الذوبانية كتعريف، انتهت، وهي أكبر كمية من المادة التي يمكن أن تذوب في كمية معينة من المذيب أو المحلول عند درجة حرارة وضغط محددين. الآن أكو عوامل تأثر على الذوبانية، إذن الآن ما هي العوامل التي تؤثر في سرعة ذوبان المادة اللي هي نفسها العوامل التي تؤثر على الذوبانية؟ باو، الجواب أولاً شنو هاي العوامل؟ هي ثلاث عوامل: حجم دقائق المذيب، النقطة الثانية أو العامل الثاني هو التحريك والرج، والعامل الثالث هو درجة الحرارة. لو نبدأ بالعامل الأول اللي يؤثر على قابلية الذوبان، حجم دقائق المذيب، أن عملية الذوبان تحصل للسطح الخارجي لكل دقيقة من دقائق المذاب والتي هي بحالة تماس مع المحلول. الآن عندك تعليل، التعليل شي يقول عند طحن دقائق المذاب تزداد سرعة الذوبان، يعني يقول لك المذاب لما نحن نطحنه لما يكون مثل الباودر ليش تزداد سرعة الذوبان؟ بوع الجواب، الجواب وذلك لأن طحن دقائق المذاب وجعلها بحجوم أصغر يعني نسويها مسحوق يزيد من المساحة السطحية الكلية لهذه الدقائق اللي هي مساحة التماس مع المحلول، مما يؤدي إلى زيادة معدل سرعة الذوبان. انتهى العامل الأول واللي هو حجم دقائق المذيب. ننتقل إلى العامل الثاني وهو التحريك والرج. شي يسوي التحريك والرج القابلية الذوبان أو شي يسوي للمحلول؟ باو، تؤدي عملية التحريك والرج إلى تعريض سطح دقائق المذاب إلى دفعات جديدة من المذيب بشكل مستمر، وهذا يؤدي إلى زيادة معدل سرعة الذوبان. طلاب هذه الأمور الكلامية جاي أشرحها بشكل سريع لأنه ما أريد أضيع بها وقت، وهي أمور بسيطة جدا جدا وتقدر أنت تقرأها وحدك، لكن أنا جاي أقرأها إليك على مود تكون الفكرة أوضح بالنسبة إليك. ننتقل إلى العامل الثالث، كملنا حجم دقائق المذيب، كملنا التحريك والرج، ننتقل إلى العامل الثالث اللي أثر على الذوبانية وهو درجة الحرارة. الآن عندك تعليل، يؤدي ارتفاع درجة الحرارة إلى زيادة سرعة وقابلية الذوبان للمواد الصلبة والسائلة، يعني يقول لك إنه إحنا لما تزداد درجة الحرارة تزداد سرعة الذوبان، ما هو السبب؟ الجواب لأنها تؤدي إلى زيادة في حركة مكونات المحلول من خلال زيادة طاقتها الحركية، وبذلك يكون لها نفس تأثير عملية التحريك الميكانيكية. انتهى هذا التعليل.
ننتقل إلى تعليل آخر. التعليل الآخر يقول تقل قابلية وسرعة الذوبان للغازات بزيادة درجة المحلول. انتبه، المواد الصلبة والسائلة تزداد الذوبانية من تزداد درجة الحرارة، لكن الغازات بالعكس. بحيث شو يقول الآن بالتعليل؟ يقول تقل قابلية وسرعة الذوبان للغازات بزيادة درجة الحرارة. الجواب لأن زيادة درجة الحرارة تزيد من الطاقة الحركية لجزيئات الغاز، مما يؤدي إلى التغلب على قوة الترابط البينية التي تربط جزيئات الغاز بمكونات المحلول. انتهت الآن الذوبانية والعوامل المؤثرة على الذوبانية. الآن عندك موضوع بسيط وهو المحاليل الحقيقية والعوالق والأنظمة الغروية. المحلول الحقيقي، شنو يعني محلول حقيقي؟ المحلول الحقيقي وهو محلول متجانس حيث تتوزع فيه دقائق المذاب توزيعا متجانسا في المذيب ولا تنفصل عن المحلول مثل محلول السكر في الماء. ما هي خواص المحلول الحقيقي؟ طبعا 4 نقاط مهمة. قطر دقيقة المذاب أصغر من 1 نانومتر. النقطة الثانية، تمر دقائق المذاب من خلال المرشح الدقيق. النقطة الثالثة، لا يمكن تمييزها بالمجهر. النقطة الرابعة، لها قدرة عالية على الانتشار. انتهى المحلول الحقيقي. يعني المحلول الحقيقي وهو محلول متجانس حيث تتوزع فيه دقائق المذاب توزيعا متجانسا في المذيب ولا تنفصل عن المحلول مثل محلول السكر في الماء. هذا المحلول أقول محلول حقيقي. الآن ننتقل إلى الأنظمة الغروية. شنو هي الأنظمة الغروية وشنو هي العوالق؟ ضوء. الأنظمة الغروية اللي هي تعرف بالمحاليل الغروية، يقول وهي نظام غير متجانس ذو طورين، صلب وسائل لا تنفصل فيه دقائق المذاب، وهي حالة بين المحاليل الحقيقية والعوالق، حيث يكون في حجم الدقائق وسطا بين حجم دقائق المذاب في المحاليل الحقيقية وحجم دقائق العوالق مثل الحليب والماء، وتدعى هذه أيضا بالحالة الغروية. يعني الحالة الغروية هي حالة خاصة، هاي الحالة الخاصة لها طورين، تكون سائلة وممكن تكون صلبة مثل الحليب وغيره، فهاي الحالة تكون وسط ما بين المحاليل الحقيقية وما بين العوالق. مثل ما المحاليل الحقيقية لها خواص، فالمحاليل الغروية أيضا لها خواص. إذن الآن عندنا سؤال، يقول ما هي خواص الغرويات؟ ما هي خواص الغرويات واللي هي نفسها خواص المحاليل الغروية؟ 4 نقاط عندنا. النقطة الأولى، قطر دقيقة المذاب يتراوح بين 0.1 نانومتر إلى 100 نانومتر. النقطة الثانية، تمر دقائق المذاب من خلال أوراق الترشيح الاعتيادية ولكنها لا تمر من خلال المرشحات الدقيقة. النقطة الثالثة، يمكن التعرف عليها بواسطة المجهر الدقيق. النقطة الرابعة، لها قدرة ضعيفة على الانتشار. انتهت الآن المحاليل الحقيقية وخواصهم. انتقلنا إلى المحاليل الغروية، افتهمناهم وافتهمنا الخواص مالتهم. الآن عندك فد موضوع وهو اسمه تأثير تندل. يقول لك سؤال، ماذا يعني تأثير تندل؟ الجواب، وهي ظاهرة رؤية الضوء المشتت من قبل المحلول الغروي عند تسليط حزمة ضوئية شديدة الإضاءة عليه. عند النظر إليه من زاوية عمودية نسبة لاتجاه سير الضوء الساقط، الضوء الساقط يقصد به الأشعة بسبب انعكاسها من على سطح الدقائق العالقة في المحلول. يعني أعتقد الكلام جدا واضح وما بي أي مشكلة. ماذا يعني تأثير تندل؟ يقول لك وهي ظاهرة رؤية الضوء المشتت من قبل المحلول الغروي. يعني أنت عندك محلول غروي وراح تسلط له أشعة، راح تسلط له ضوء، إيش راح ينتج؟ راح ينتج عندك أضوية أو يطلع عندك فتشية. هذا الشيء اللي يطلع هو تأثير تندل. فيقول لك هي ظاهرة رؤية الضوء المشتت. يعني أنت عندك محلول سلطت عليه ضوء راح يطلع ضوء، هذا الضوء مو نفس الضوء الأصلي لأنه تشتت بسبب المحلول الغروي. هذه الظاهرة تعرف بظاهرة تندل. إذن يقول لك ماذا يعني تأثير تندل؟ وهي ظاهرة رؤية الضوء المشتت من قبل المحلول الغروي عند تسليط حزمة ضوئية شديدة الإضاءة عليه. عند النظر إليه من زاوية عمودية نسبة لاتجاه سير الضوء الساقط بسبب انعكاسها من على سطح الدقائق العالقة في المحلول. إلى هنا انتهت المحاليل الغروية. ننتقل إلى العوالق. العوالق عندك تعريف مهم، انتبه. العوالق وهي عبارة عن جسيمات صلبة عالقة في وسط سائل، فهي أنظمة مكونة من طورين مميزين، صلب وسائل. يكون حجم دقائق المذاب فيها أكبر من 100 نانومتر. من اسمها عوالق، يعني هي مواد عالقة في المحلول. ليش عالقة؟ لأنه الحجم مالتها كبير. فيقول لك يكون حجم دقائق المذاب فيها أكبر من 100 نانومتر، ويمكن فصلها بسهولة بالترشيح مثل عالق كلوريد الصوديوم في البنزين وعالق الرمل في الماء. يعني الآن الرمل لما تخليه بالماء، هل إنه الرمل يذوب؟ طبعا ما يذوب، فيكون الفصل ماله بطريقة بسيطة. فالآن لما عندك الرمل خليته بالماء وهو ما يذوب، شو نقول عليه؟ نقول هذا عوالق، أي إنه الرمل هو من العوالق،
واضح له لا؟ فإذا العوالق وهي عبارة عن جسيمات صلبة عالقة في وسط سائل، فهي أنظمة مكونة من طورين مميزين صلب وسائل، يكون حجم دقائق المذاب فيها أكبر من 100 نانومتر، لأن العوالق فهو فتشي كبير مشلب، فلذلك الحجم مالت حجم دقائق المذاب أكبر من 100 نانومتر، ويمكن فصلها بسهولة بالترشيح مثل عالق كلوريد الصوديوم في البنزين وعالق الرمل في الماء. موضوع المحاليل الحقيقية والمحاليل الغروية والعوالق بعدهم يجي موضوع قانون راولت. قانون راولت شو يقول هذا القانون؟ كنص كلامي لهذا القانون يقول يتناسب الضغط البخاري لأي مكون في محلول مثالي تناسبا طرديا مع الكسر المولي لذلك المكون في المحلول. أعيد قانون راولت شو يقول هذا القانون؟ القانون يقول يتناسب الضغط البخاري لأي مكون في محلول مثالي تناسبا طرديا مع الكسر المولي لذلك المكون في المحلول. أي إنه قانون راولت يتكلم لك حول الضغط البخاري للمكون، يعني يتكلم لك حول الضغط البخاري لأي مكون من مكونات المحلول، يعني الضغط البخاري للمذاب، الضغط البخاري للمذيب، لأي مادة بالمحلول لها ضغط بخاري. هذا الضغط البخاري شلون نحسبه؟ يعني هذا الضغط البخاري لأي مكون من مكونات المحلول شلون أحسبه؟ يقول لك الضغط البخاري يتناسب تناسبا طرديا مع الكسر المولي. إذا أنا على مود أحسب الضغط البخاري راح يساوي للكسر المولي مضروبا في الضغط البخاري للمكون النقي. يعني شنو؟ يعني باوع على مود أحسب ضغط بخاري، انت تريد تحسب الضغط البخاري لمكون من مكونات المحلول. يعني انا خليني افرض فرضية انه عندك محلول، هذا عندك فد محلول معين، هذا المحلول من شنو متكون؟ هذا المحلول متكون من A و B، هذه مادة اسمها A وهذه مادة اسمها B. المحلول الان منين متكون؟ المحلول متكون من مادة اسمها A ومتكون من مادة اسمها B. اذا اريد احسب الضغط البخاري للمادة A، الضغط البخاري للمادة A شنو القانون باو؟ الضغط البخاري للمادة A يساوي لي الكسر المولي للمكون A، يعني الكسر المولي للمادة A مضروبا في الضغط البخاري للمكون A، لكن يا أي النقي. لاحظ شلون؟ انت الان كل مكون موجودة الى صورة اخرى وهو يعرف بالنقي. يعني هاي المادة A، اكو مادة A نقول عليها المادة A مادة أي النقية، واضح؟ وعندك المادة B أيضا موجود إلها مادة اسمها مادة B النقية. يعني عندك كل مادة من مكونات المحلول أكو مادة تشبهها لكن تكون أكثر نقاوة. فأني لما أريد أحسب الضغط البخاري للمادة أي شو راح أقول؟ راح أقول إنه الضغط البخاري للمادة أي، الضغط البخاري للمادة أي تساوي الكسر المولي للمادة أي مضروبا في الضغط البخاري للمكون اللي هو للمادة أي النقي. لاحظ شلون؟ الضغط البخاري للمادة أي يساوي للكسر المولي للمادة أي مضروبا في الضغط البخاري للمادة أي النقي. لاحظ شلون؟ أي إنه كل مادة من مواد المحلول أكو فد مادة تشبهها تكون أكثر نقاوة. هاي المادة تشبهها، هاي المادة اللي تشبهها أنا أستفاد من يمها الضغط مالتها، راح أقول أن أيضا هو ضغط بخاري للمادة أي، لكن أي النقي فأخلي لي نوت لي فوق. يعني الضغط البخاري مال المادة أي، لكن الضغط البخاري للمادة أي النقي شو أقول؟ أقول أخلي مثل علامة الدائرة، يعني بي أي نوت، أي إنه الضغط لمادة أي النقي. وكذلك البي، إذا أريد أحسب أنا الآن الضغط البخاري للمادة بي، الضغط البخاري للمادة بي شو راح يساوي الباو؟ الضغط البخاري للمادة بي يساوي لي الكسر المولي للمادة بي مضروبا في الضغط البخاري للمادة بي النقية. واضح؟ هاي المادة بي، هاي المادة بي أيضا إنه أكو وحدة تتناسب وياها باو، المادة أي ويا مادة أي النقية، المادة B ويا مادة B النقية. هسا أنت تريد تحسب الضغط البخاري مال المادة B، الضغط B للمكون B يعني المادة B بهذا الشكل، الضغط البخاري للمادة B راح يساوي الكسر المولي للمادة B مضروبا في الضغط البخاري للمادة B النقية. لاحظ شلون؟ فإذا راح يكون عندنا القوانين بهذا الشكل، أي إنه الآن الضغط البخاري للمادة A يساوي لي الكسر المولي للمادة A مضروبا في الضغط البخاري للمادة A النقي. وكذلك للمادة B، أنا لو عد الآن المادة B وأريد أحسب الضغط البخاري، الضغط البخاري للمادة B راح يساوي لي الكسر المولي للمادة B مضروبا في الضغط البخاري للمادة B النقية. واضح؟
الآن أنا افتهمت القوانين، أي أنه أنا كل مادة من مكونات المحلول اليوم راح أستفاد من نفس المادة الأكثر نقاوة، فراح تكون عندي مادة أي العادية وعندي مادة أي النقية، مادة بي الاحتيادية ومادة بي النقية. أي مكون اليوم من مكونات المحلول أستفاد من المادة اللي تشبهها الأكثر نقاوة، لأنه أستفاد من الضغط البخاري مالتها، فراح تكون عندي القوانين بهذا الشكل. الآن افتهمت هذا الكلام. طبعا الكسر المولي، الكسر المولي انا وياك شرحناه بالتفصيل بالمحاضرة الثالثة، اذا ما تتذكر خليني اذكرك بالكسر المولي شلون تحسبه. الكسر المولي على مود تحسبه القانون ماله هو عدد مولات المكون على عدد مولات الكلية، يعني اذا تريد تحسب الكسر المولي للمادة اي راح يساوي لك عدد مولات المادة اي على عدد المولات الكلية. وكذلك هنا الكسر المولي للمادة بي، الكسر المولي للمادة بي هو عدد مولات المادة بي على عدد مولات الكلية، لأنه القانون مال الكسر المولي للمكون يساوي عدد مولات المكون على عدد المولات الكلية. الآن هذا القوانين كليتها افتهمناها، نجي إلى قانون أيضا مهم. القانون شو يقول؟ يقول إنه الضغط الكلي، الضغط الكلي للمحلول شنو يساوي؟ الضغط الكلي يساوي لي الضغط البخاري للمكون أي زائد الضغط البخاري للمكون بي. يعني أقول لك إنه المحلول متكون من أي وبي، الضغط الكلي مال المحلول شنو راح يساوي؟ ببساطة راح تقول إنه الضغط الكلي راح يساوي للضغط مال الأي زائد الضغط مال البي. إذن الآن الضغط الكلي للمحلول يساوي لي الضغط البخاري للمكون الأول زائد الضغط البخاري للمكون الثاني. الآن يا طلاب هذا القوانين احنا سجلناها وافتهمناها نوعا ما، لكن احنا دائما بالكيمياء القوانين ما تفهم من أول مرة، نتعلم شلون نستثمرها وشلون نتعلمها أكثر في حل الأمثلة والتمارين الرياضية. فإحنا حلال المشاكل ومفتاح الفهم مالتنا هو المثال والتمرين والسؤال من أسئلة الفصل. فإذا الآن أنتقل إلى حل الأمثلة والتمارين المتعلقة بقانون رأولت، وإن شاء الله هذا الموضوع راح يكون عندك من أسهل المواضيع، فخليك متابع ومركز وياي. مثال 6-4 شو يقول؟ يقول عند درجة حرارة 40 سيليزي يكون الضغط البخاري لكل من الهبتان النقي والأوكتان النقي هو 92 تور وأيضا 31 تور على التوالي. احسب الضغط البخاري لكل مكون من مكونات المحلول، ويريد ايضا الضغط البخاري الكلي للمحلول. هذا المحلول مكون من مزج 1 مول من الهبتان و4 مول من الاوكتان. بابا طلاب فهم السؤال نصف الجواب، خلينا نفهم السؤال بشكل صحيح على مود نعرف نجاوب بشكل صحيح. بداية شيريد بالسؤال، بالسؤال يقول احسب الضغط البخاري. ما دام عندك هذه الكلمة معنى هذا الشيء انه الموضوع هو موضوع محاضرتنا لهذا اليوم، شلون احسب الضغط البخاري؟ يقول احسب الضغط البخاري لكل مكون من مكونات المحلول. زين هو هذا المحلول، هذا المحلول من شنو متكون؟ هذا المحلول، المحلول من شنو متكون؟ المحلول، المحلول متكون منين؟ متكون من الهبتان، متكون من الهبتان ومتكون من الاوكتان. هو قال لك انه يابا احسب الضغط البخاري لكل مكون من مكونات المحلول والضغط البخاري الكلي للمحلول. هذا المحلول من شنو متكون؟ يقول لك هذا المحلول متكون من مزج 1 مول من الهبتان و4 مول من الاوكتان. معناه انه المحلول من شنو متكون؟ متكون من الهبتان. هذا المحلول من شنو متكون؟ المحلول متكون من الهبتان وايضا متكون من الاوكتان. يعني المحلول هو متكون من الهبتان وايضا متكون من الاوكتان. هذول المادتين متفاعلين سويا مكونين لهذا المحلول. الآن الهبتان والأوكتان يريد أحسب الضغط البخاري لكل مكون من مكونات المحلول، معناه أنه يريد أحسب الضغط البخاري للهبتان ويريد أحسب الضغط البخاري للأوكتان. معناه الضغط البخاري للهبتان، طبعا هبتان راح أرمز له بالرمز H لأنه هو هبتان، أول حرف هو ال H فراح أرمز له بال H. وأيضا يريد الضغط البخاري للأوكتان، الأوكتان أول حرف هو O فأقول أرمز له بالحرف O بالإنجليزي، واضح؟ بحرف O، يعني الهبتان هو H والأوكتان هو O. يريد أحسب الضغط البخاري للهبتان ويريد أحسب الضغط البخاري للأوكتان ويريد أحسب الضغط الكلي. هو يقول لي أحسب الضغط البخاري لكل مكون من المحلول، هذول هما مكونات المحلول، معناه يريد أحسب الضغط البخاري للهبتان والضغط البخاري للأوكتان. يقول واحسب الضغط الكلي، الضغط الكلي، الضغط الكلي اللي هو بي توتال اللي هو الضغط الكلي للمحلول. الآن الضغط البخاري، الضغط البخاري مال الهبتان
منين احسب الضغط البخاري؟ انا عندي قانون، انه قانون رالتي يقول الضغط البخاري شي يساوي؟ يساوي الكسر المولي، الكسر المولي للمكون. تريد تحسب الضغط البخاري للهبتان، معناه الكسر المولي مال الهبتان لازم معلوم، وايضا هذا مضروب في الضغط البخاري للهبتان النقي. هذا القانون مالتنا، احنا متفقنا انه انا القانون مالي الضغط البخاري للمكون يساوي الكسر المولي للمكون مضروبا في الضغط البخاري للمكون النقي. يعني انت تريد تحسب الضغط البخاري الا الضغط البخاري للهبتان، لازم عندك الكسر المولي مال الهبتان ولازم عندك الضغط البخاري للهبتان النقي. هذا القانون مالتنا. وايضا كذلك اذا اني اجي بالنسبه للاوكتان، ايضا اذا اجي بالنسبه للاوكتان، او الان اني اترك الاوكتان اكمل الهبتان بعدين اروح للاوكتان. الان هذا على مود احسب الضغط البخاري مال الهبتان لازم يكون متوفر عندي الضغط البخاري للهبتان النقي، ولازم يكون متوفر عندي الكسر المولي. ذول الاثنين اذا متوفرين اقدر احسب الضغط البخاري، اشوف منو المتوفر ومنو ما متوفر. لو اقرا السؤال يقول عند درجه حراره 40 سيليزي يكون الضغط البخاري لكل من الهبتان النقي وايضا والاوكتان النقي هو 92 تور و31 تور على التوالي. شنو يعني على التوالي؟ يعني الهبتان النقي والاوكتان النقي، اول ضغط هذا مال الهبتان وثاني ضغط هذا مال الاوكتان. يعني انت الان من هو اول واحد؟ الهبتان، فاول ضغط هذا مال من هو؟ مال الهبتان، بهذا الشكل. وعندك هذا معنى كلمة على التوالي. شنو يعني على التوالي؟ على التوالي معناه اول واحد الضغط ماله اول واحد، ثاني واحد الضغط ماله ثاني واحد، ثاني واحد هو الاوكتان فالضغط الثاني هو مال الاوكتان. فالان باو طبعا على من جاي يحكي لك؟ يحكي لك على الهبتان النقي. الهبتان النقي كيف منطيك الضغط ماله؟ منطيك الضغط ماله 92 تور. فاذا الضغط البخاري للهبتان النقي هذا معلوم عندك. بقيت احتاج الكسر المولي مال الهبتان. الكسر المولي منين احسبه؟ عندي قانون انه الكسر المولي للمكون يساوي لي عدد مولات المكون، عدد مولات المكون اللي هو الهبتان على عدد المولات الكلية. انا الان لو اقرب السؤال انه يقول لي هذا المحلول متكون من مزج 1 مول من الهبتان، 1 مول من الهبتان، معنى عدد المولات مال الهبتان هذا معلوم عندك. بقى عدد المولات الكلي، عدد المولات الكلي ما معلوم، انت لازم تحسبه. عدد المولات الكلية يساوي لي عدد مولات الاول زائد عدد مولات الثاني. اول واحد من هو اول واحد؟ الهبتان. ثاني واحد من هو؟ الاوكتان، بهذا الشكل. فاذا الان انا لازم اول شيء شو اسوي على مود احسب الضغط البخاري مال الهبتان؟ لازم يكون عندي عدد المولات الكليه على مود احسب الكسر المولي للهبتان. لما يكون الكسر المولي للهبتان معلوم اعوض قيمته هنا راح اقدر احسب الضغط البخاري للهبتان. اذا الان هذه فكره حل السؤال. الان باور احنا دائما لما نبدا بالتفكير من المجهول وننزل بالخطوات، بالحل بالعكس، من الخطوه الاخيره وارجع بالخطوات. اذا الان لما اجي اكتب الحل، اول خطوه احسب عدد المولات الكليه، عدد المولات الكليه يساوي لي عدد المولات مال المكون الاول اللي هو الهبتان زائد عدد المولات مال المكون الثاني اللي هو الاوكتان، ويساوي لي عدد المولات مال الهبتان قد قايل لك 1 مول من الهبتان، هذا واحد، زائد عدد المولات مال الاوكتان ايش قد قايل لك؟ 4 مول من الاوكتان، هذا مطيق لك 4 ويساوي لي 5 مول. الان حسبت عدد المولات الكليه. بعد ما حسبت عدد المولات الكليه ارجع احسب الكسر المولي. الكسر المولي للهبتان شنو يساوي لي؟ خط كسر عدد المولات مال الهبتان على عدد المولات الكليه بهذا الشكل، ويساوي لي عدد المولات مال الهبتان قايل لك 1 مول من الهبتان، هذا مطيق لك 1. عدد المولات الكلية ايش قد حسبناه؟ حسبناه 5. اذا الكسر المولي للهبتان شنو يساوي؟ 1 على 5 هي 0.2، والكسر المولي بدون وحدات. الان لما حسبت الكسر المولي، هذا الكسر المولي صار معلوم، ارجع اعوضه هنا، ارجع اعوضه راح اقول انه الضغط البخاري للهبتان يساوي لي شنو؟ يساوي لي الكسر المولي للهبتان مضروبا في الضغط البخاري للهبتان النقي. اذا الان الضغط البخاري للهبتان يساوي الكسر المولي للهبتان 0.2 في الضغط البخاري للهبتان النقي. الهبتان النقي ايش قد منطيك الضغط ماله؟ منطيك الضغط ماله هو 92 تور. اذا الان الضغط البخاري بالنسبه للهبتان يساوي 2 في 2 4، 2 في 9 18. كم مرتبه بعد الفارزه عندك؟ مرتبه واحده، تمشي مرتبه واحده وتخلي البوينت مالك.
الآن حسبت هذا الضغط. شوف الكسر المولي هو بدون وحدات، وهذا الضغط هو الوحدة مالته تور 92 تور. ما دام هذا تور إذن طبعا الناتج أيضا راح يكون عندك تور. الآن إيش سوينا؟ الآن حسبنا الضغط البخاري للمكون الأول اللي هو الهبتال. الآن أقدر أقول إنه جزء من الحل انتهى. الآن كملت حسبت الضغط البخاري بالنسبة لمن؟ للهبتال. الآن أجي أريد أحسب الضغط البخاري بالنسبة للأوكتان. ولما يكون عندك الضغط البخاري للهبتان معلوم والضغط البخاري للأوكتان معلوم، أقدر أحسب الضغط الكلي للمحلول. شلون أحسب الآن الضغط البخاري بالنسبة للأوكتان؟ يعني الآن هسه هذا كان مجهول، اتعلمت شلون أبدي من المجهول وأنزل بخطوات الحل. الآن لما يكون الأوكتان الضغط البخاري للأوكتان هو المجهول، شلون أسوي مخطط مع فكرة حل؟ بوعي شلون؟ أقول أنا الضغط البخاري للأوكتان شنو يساوي؟ الضغط البخاري للأوكتان يساوي للآتي، يساوي للكسر المولي للأوكتان مضروبا في الضغط البخاري للأوكتان النقي بهذا الشكل. الآن أنا مود أحسب الضغط البخاري للأوكتان، لازم يكون معلوم عندي الكسر المولي للأوكتان وأيضا يكون معلوم عندي الضغط البخاري للأوكتان النقي. أبوعي الآن إذا ذول معلومين اثنين ومعوضهم مباشرة راح أحسب الضغط البخاري للأوكتان. أبوعي منو معلوم من ذول ومنو ما معلوم؟ بوعي يعني شو يقول؟ يقول إنه أولا عندك هنا يقول لك إنه الضغط البخاري، الضغط البخاري لكل من الهبتان النقي والأوكتان النقي. الأوكتان النقي شقد نعطيك الضغط مال الأوكتان النقي؟ الأوكتان النقي نعطي لك 31 تور. إذا الضغط البخاري مال الأوكتان النقي، الضغط البخاري مال الأوكتان النقي هذا معلوم، هذا معلوم. إذا لازم أحسب الكسر المولي. الكسر المولي شلون أحسبه؟ عندي قانون. القانون يقول إنه الكسر المولي للمكون يساوي لعدد مولات المكون مقسوما على عدد المولات الكلي. الآن عدد المولات مال المكون معلوم اللي هو عدد المولات مال الأوكتان. لو ألاحظ يقول لك 4 مول من الأوكتان. معناه شنو؟ معناه إنه عدد المولات مال الأوكتان معلوم. هذا عدد المولات مال الأوكتان معلوم. بقى شنو؟ بقى عدد المولات الكلية. عدد المولات الكلية منين نحسبها؟ عدد المولات الكلية، عدد المولات الكلية عندي قانون إنه عدد المولات الكلية تساوي لعدد المولات للمكون الأول اللي هو الهبتان زائد عدد المولات للمكون الثاني اللي هو الأوكتان. إذن الآن لازم أحسب عدد المولات الكلية. لما عدد المولات الكلية يصير معلومة عوضة أحسب الكسر المولي للأوكتان. لما يصير الكسر المولي للأوكتان معلومة عوضة راح أحسب الضغط البخاري للأوكتان. يصير أنه أنا حاسب الضغط البخاري لكل مكون من مكونات المحلول كما يريد من يمي بالسؤال. إذن الآن أنا جاء أعلمك أنه شلون تفكر بالتفكير من المجهول وتنزل بالخطوات، أما بالحل من الخطوة الأخيرة وترجع بالخطوات. إذا الآن أنا مود أحسب الضغط البخاري للأوكتان أول خطوة، باو إحنا الخطوة الأخيرة تصير الخطوة الأولى. لازم أحسب عدد المولات الكلية. لكن لو تلاحظ إحنا قبل شوية حسبنا عدد المولات الكلية، إذا ماكو داعي أنه أنا أعيد هذا الخطوة لأنه سويتها قبل شوية. عدد المولات الكلية هذا معلوم اللي هو مقداره 5. فإذا هذا الخطوة كاملة. أرجع للخطوة قبلها وهو أحسب الكسر المولي للمكون اللي هو الأوكتان. شنو يساوي؟ يساوي عدد مولات المكون اللي هو الأوكتان مقسوما على عدد المولات الكلية، ويساوي لي عدد المولات مال الأوكتان. شكد عدد المولات؟ قال لك 4 مول من الأوكتان، معناه هذا 4. عندك عدد المولات الكلية شكد؟ 5 بهذا الشكل. إذا الآن الكسر المولي يساوي 4 تقسيم 5 يطلع عندك 0.8. عملية القسمة ترى عملية بسيطة جدا. شوف 4 تقسيم 5، 4 كم 5 ما بيها 0 بوينت أضيفا 0، 40 كم 5 بيها 8، 8 في 5 40، صفرت القسمة انتهت فالناتج 0.8. إذن الآن هذا الخطوة انتهت. لما صار عندك الكسر المولي معلوم أرجع عوضة هنا. لما أرجع عوضة راح أقدر أحسب الضغط البخاري. أرجع عوضة راح يصير عندك الضغط البخاري يساوي لي الكسر المولي للمكون مضروبا في الضغط البخاري للمكون النقي. الضغط البخاري للأوكتان يساوي لي الكسر المولي للأوكتان مضروبا في الضغط البخاري للأوكتان النقي. إذا الآن الضغط البخاري للأوكتان يساوي الكسر المولي للأوكتان شقد؟ 0.8 في الضغط البخاري للأوكتان النقي. هذا الأوكتان النقي، الأوكتان النقي شقد منطيك الضغط ماله؟ منطيك الضغط ماله 31 تور، 31 تور. ويساوي لي الآن تأخذ الأرقام بدون بوينتات، تقول 8 في 1 8، 8 في 3 24. الآن تبعه كم مرتبة بعد الفارزة؟ مرتبة واحدة، تمشي مرتبة واحدة وتخلي البوينت مالك. هذا هو الضغط البخاري بالنسبة للأوكتان. طبعا الوحدة مالته هي تور.
إلى هنا يا طلاب أنا حسبت الضغط البخاري لكل مكون من مكونات المحلول، اللي هو ريده مني قايل لأحسب الضغط البخاري لكل مكون من المحلول. حسبت الضغط البخاري لكل مكون لأنه المحلول هو يتألف من هبتان وأوكتان. حسبت الضغط البخاري المن للهبتان، وحسبت أيضا الضغط البخاري المن للأوكتان. هذول اثنينهم صاروا معلومين عندي. بعد شيرد منك يقول وأنه أحسب للضغط البخاري الكلي. الضغط البخاري الكلي شنو؟ اللي هو بي توتال. بي توتال يساوي لي مجموع ضغوط المكونات للمحلول، يعني معناه انه الضغط مال الهبتان زائد الضغط مال الاوكتان، ويساوي لي الضغط مال الهبتان ايش قد هو 18.4 زائد الضغط البخاري مال الاوكتان ايش قد اللي هو 24.8. تقول 18.4 زائد البوينت جوا البوينت، عندي هنا 8 وقبل البوينت 24. أهم شيء عدد المرات بعد الفورز متساوي، تقدر تجمع مباشرة 4 و8 12 2 1 بليون. البوينت ويا البوينت بوينت ينزل 1 و8 9 و4 13 3 1 بليون. 1 و1 2 و2 4. إذا الآن قد الناتج؟ الناتج 43.2 تور بهذا الشكل. إلى هنا يا أحباب انتهى الحل مال السؤال. أتمنى أنه كان الشرح واضح ووافي للمادة. اللي جاء أكملنا هذا السؤال، عندي سؤال آخر متعلق بالضغط البخاري أشرحه إليك، فخليك نتابع ومركز وياي. الآن يا طلاب عندنا تمرين مهم جدا جدا، واللي هو تمرين 10-4. تبه وياي شو يقول هذا التمرين؟ يقول إنه الضغوط البخارية للبنزين. البنزين الصيغة مالته C6H6. هذا البنزين اللي هو C6H6 ومركب آخر اسمه التولوين. يعني البنزين والتولوين النقيين، يعني البنزين النقي والتولوين النقي. التولوين الصيغة مالته C7H8. هذول الاثنين البنزين والتولوين النقيين الضغوط البخارية مالتهم ايش قد؟ الضغط البخاري مال البنزين هو أول واحد اللي هو 44 تور، والضغط البخاري مال المركب الثاني اللي هو التولوين هو 88.7 تور. إذا الآن شو مطيك بداية نشوف؟ اللي مطيك يا قايلك إنه يا بهذا البنزين، هذا البنزين اللي هو C6H6، هذا البنزين إيش قد الضغط ماله؟ قايلك هذا الضغط ماله هو 44 تور، واضح؟ وقايلك إنه هذا الآخر، هذا الثاني واحد اللي هو التولوين، هذا التولوين إيش بيه؟ التولوين إيش قد الضغط البخاري ماله؟ باوع. أول واحد الضغط ماله أول واحد، ثاني واحد الضغط ماله ثاني واحد. فإذا التولوين أيضا شبي التولوين ايش قد مطيك الضغط ماله؟ مطيك الضغط ماله 88.7 تور. إذا انتبه الآن البنزين النقي، البنزين النقي الضغط البخاري ماله 44 تور، والتولوين النقي أيضا ايش قد الضغط البخاري ماله 88.7 تور. يعني انتبه هذا البنزين النقي والتولوين النقي، هذول الاثنين النقيين النقيين ذولي هذه هي الضغوط مالتهم، هذا الضغط وهذا الضغط. يقول في درجة حرارة معينة، يعني بدرجة حرارة معينة الضغط البخاري للبنزين النقي هو 44 تور، ويقول بهذه درجة حرارة معينة أيضا التولوين النقي الضغط ماله 88.7 تور. يقول تم تحضير محلول مثالي عند نفس درجة الحرارة بمزج 60 غرام من البنزين مع 40 غرام من التولوين، احسب الضغط الجزيئي للبنزين والتولوين في المحلول واحسب الضغط البخاري الكلي. انتبه وياي لحد هنا، هذه معلومات عامة. منا يبدأ السؤال يقول تم تحضير محلول مثالي. هذا المحلول شلون تكون؟ هذا المحلول المثال جاي احكي لك عليه. هذا المحلول شلون تكون؟ المحلول الآن هذا المحلول شلون تكون؟ يقول تم تحضير محلول مثالي بمزج 60 غرام من البنزين مع 40 غرام من التولوين. معنى هذا المحلول من شنو متكون؟ هذا المحلول متكون من بنزين، متكون من بنزين، وأيضا هذا المحلول هو متكون من تولوين. هذول المركبين مزجناهم سوية، قايل لك هذا المحلول تحضر. شلون تحضر؟ بمزج هلقد من البنزين مع هلقد من التولوين. معنى هذول الاثنين هم اللي مكونين المحلول. شي يريد؟ يريد انه احسب الضغط البخاري الجزئي للبنزين والتولوين، واضح؟ ويريد الضغط البخاري الكلي. بداية البنزين قايل لك بداية السؤال انه البنزين شنو الصيغة مالته اللي هو C6H6، وقايل لك انه التولوين شنو الصيغة مالته؟ الصيغة مالته هي C7H8. الان يريد منك الضغط البخاري للبنزين والضغط البخاري للتولوين، باوعوا جاي. شلون احسب انا الضغط البخاري؟ خليني اجي اسوي مخطط لفكرة حل السؤال. البنزين شلون احسب له ضغط بخاري؟ الضغط البخاري للمكون اللي هو البنزين
يساوي لي الكسر المولي للمكون بهذا الشكل مضروبا في الضغط البخاري للبنزين النقي بهذه الطريقة. ما دام نقي أخلي نوت لي فوق. إذا أنا على مود أحسب الضغط البخاري مال البنزين اللي هو يريد مني قايل أحسب الضغط البخاري المل للبنزين والتلوين. الآن أجي أحسب الضغط البخاري للبنزين يساوي لي الكسر المولي للبنزين مضروبا في الضغط البخاري للبنزين النقي. أباو إذا ذول الاثنين هم معلومات تعوض مباشر. ألاحظ أنه هو بداية السؤال قايل لي أنه هذا البنزين النقي، البنزين النقي هل قد الضغط ماله؟ إذا البنزين النقي منطيك الضغط ماله. بقى الكسر المولي، الكسر المولي مال البنزين ما منطي لك، لازم أني أحسبه. منين أحسب الكسر المولي؟ منين أحسب الكسر المولي؟ الكسر المولي على مود أحسبه قانون أنه الكسر المولي للمكون يساوي لي عدد مولات المكون. جاي أحسب كسر مولي للبنزين معناه عدد المولات مال البنزين مقسوما على عدد المولات الكلية. تقول أنا عدد مولات كلي ما عندي، لازم أحتاج عدد مولات المكون الأول اللي هو البنزين زائد عدد مولات المكون الثاني اللي هو التلوين. الآن هذا ما موجود وهذا ما موجود، منين تحسبهم ذول الاثنين؟ منين تحسبهم؟ راح تقول إنه عدد المولات مال البنزين، عدد المولات مال البنزين اللي هو C6H6 يساوي لي الكتلة مال البنزين C6H6 مقسوما على الكتلة المولية مال البنزين C6H6. تلاحظ إنه هاي الكتلة منطيها إلك مال البنزين، قايل لك بمنزل 60 غرام من البنزين، هذا منطيها إلك. بقت الكتلة المولية مال البنزين، الكتلة المولية ما منطيها إلك، منين تحسبها؟ تقول تحسب من خلال الكتل الذرية. أوكي. الآن هذا راح تحسبه. عدد المولات مال التلوين أيضا ما منطي لك عدد المولات مال التلوين، وعدد المولات مال التلوين إذا ما منطي لك أيضا تجي تحسبه. منين تحسبه؟ راح تقول عدد المولات مال التلوين C7H8 يساوي لي شنو؟ يساوي لي الكتلة مال التلوين C7H8 مقسوما على الكتلة المولية مال التلوين C7H8. راح تقول انه التلوين مطيك كتلة، لان قايل لك مع 40 غرام من التلوين معناها هاي الكتلة مال التلوين، فالتلوين مطيك الكتلة مالته، بقت الكتلة المولية. الكتلة المولية ايضا ما موجودة، لازم تحسبها. منين تحسبها؟ تحسب من الكتل الذرية. اذا الان يا طلاب هذا هو مخطط حل السؤال. السؤال شوية متشعب ومرتبط ارتباط وثيق بالمحاضرة الثالثة اللي تعلمنا بها شلون نحسب الكسر المولي، لكن أنا جاي أوضح لك بداية فكرة حل السؤال بعدين أبدي بالحل. يريد منك ضغط بخاري تحتاج كسر مولي، الكسر المولي ما منطي لك، تروح لقانون الكسر المولي. قانون الكسر المولي تحتاج عدد المولات مال المكون على عدد المولات الكلي، عدد المولات الكلي ما منطي لك، لازم تحسب عدد مولات المكون الأول زائد عدد مولات المكون الثاني. هذا وهذين هم ما موجودات، تروح تحسبهم. منين تحسبهم؟ من قانون عدد المولات. لما تطبق قانون عدد المولات تلقى الكتلة المولية ما موجودة، فتروح تحسبها من الكتلة الذرية. الآن هذا مخطط حل السؤال. لاحظوا وياي، احنا لما نسوي المخطط مع حل السؤال نبدأ من المجهول وننزل بالخطوات، لكن بالحل بالعكس، نبدأ من الخطوة الأخيرة ونرجع بالخطوات. لذلك الآن لما أقول الحل، هذا الخطوة الأخيرة راح تصير الخطوة الأولى. أجي أحسب الكتلة المولية، المن أجي أحسب الكتلة المولية بالنسبة للبنزين اللي هو C6H6 يساوي الآن الكتلة المولية هذا المركب كم عنصر؟ عنصرين، تفتح قوسين، قوس زائد قوس. لاحظوا ياي، القوس الأول خاص للكربون، كم ذرة كربون مضروبا فيه؟ الكتلة الذرية للكربون شقد؟ 12. زائد الهيدروجين كم ذرة؟ 6. في الكتلة الذرية مال الهيدروجين 1، ويساوي لي 6 × 12 = 72، زائد 6 × 1 = 6، ويساوي لي 78. حسبت كتلة مولية، شنو الوحدة مالتك؟ الوحدة مالتك هي غرام على مول. هذا الخطوة انتهت. لما الآن حسبت الكتلة المولية تقدر تحسب عدد المولات، تقدر تحسب عدد المولات مال البنزين. راح تقول عدد المولات مال البنزين بهذا الشكل، عدد المولات مال البنزين يساوي لي الكتلة مال البنزين C6H6 مقسوما على الكتلة المولية مال البنزين، ويساوي لي الكتلة مال البنزين ايش قد مطيها؟ قايل لك هذا المحلول المثالي تحضر بمنزل 60 غرام من البنزين، معناها هاي الكتلة هي كتلة البنزين اللي هي ايش قد؟ 60، مقسوما على الكتلة المولية للبنزين انت حسبتها 78، 0.76. الان حسبت عدد مولات، معناها الوحدة مالتك هي مول. اذا الان هذا الخطوة انتهت. انا اريد احسب عدد مولات كلي، لازم هذا عدد المولات معلوم وهذا عدد المولات معلوم. الان هذا عدد المولات حسبناه، اجي احسب هذا عدد المولات. على مود احسب عدد المولات مال التلوين احتاج الكتلة المولية بالاول.
فإذا الكتلة المولية بالنسبة للتولوين اللي هو C7H8 يساوي لي عنصرين، أفتح قوسين، قوس زائد قوس. العنصر الأول كم ذرة؟ 7، في الكتلة الذرية مال الكربون 12، زائد الهيدروجين كم ذرة؟ 8، في الكتلة الذرية مال الهيدروجين ايش قد؟ 1. 7 في 12 هي 84، زائد 8 في 1 8 ويساوي 8 زائد 84 يطلع 92. الآن حسبت كتلة مولية معناها الوحدة مالتك غرام على مول بهذا الشكل. الآن من حسبت الكتلة المولية تقدر تحسب عدد المولات مال التلوين. إذا الآن عدد المولات مال التلوين C7H8 شنو يساوي عدد المولات؟ يساوي للكتلة مال التلوين مقسوما على الكتلة المولية أيضا مال التلوين C7H8 ويساوي، أعوض بالقانون. الآن الكتلة شكد منطيك ياها؟ قايل لك إنه هذه 40 غرام من التلوين، معناه الكتلة مال التلوين هي 40 غرام، هذه 40، وعندك الكتلة المولية شكد حسبتها؟ حسبتها 92. إذا الآن عدد المولات مال التلوين C7H8 0.43. حسبت عدد مولات معناه الوحدة مالتك هي مول. طبعا طلاب، إلى هنا أكملنا الآن هذه الخطوة وأكملت هذه الخطوة. الآن هذه الخطوة وهذه الخطوة انتهوا، أنتقل إلى الخطوة اللي قبلهم وهو أحسب عدد المولات الكلي. أحسب عدد المولات الكلي اللي يساوي لي عدد المولات مال البنزين C6H6 زائد عدد المولات مال التولوين C7H8. هذه الخطوة اللي هي هذه الخطوة. الآن عدد المولات الكلي يساوي عدد المولات مال البنزين، عدد المولات مال البنزين ايش قد حسبناه؟ حسبناه 0.76، زائد عدد المولات مال التلوين ايش قد حسبناه؟ حسبناه 0.43، 0.43. إذا الآن عدد المولات الكلي يساوي لعدد المراتب بعد الفوارزم الساوية، تقدر تجمع مباشرة. شو تقول باو؟ 0.76 زائد 0.43، 6 و3 9، 7 و4 11، 1 و1 باليد، بوينت ويا البوينت بوينت، 1 و0 1. إذا مجموع ذول ايش قد؟ 1.19. الآن حسبت عدد مولات الوحدة مالتك هي مول. هذه الخطوة الآن انتهت، هذه الخطوة انتهت. لما عدد المولات الكلي صار معلوم، صار معلوم، أجي أعوضه الآن، أرجع بالعكس، أجي أعوضه راح أحسب الكسر المولي، من أحسب الكسر المولي أقدر أحسب الضغط البخاري. فالآن راح أعوض عدد المولات الكلي على مود أحسب الكسر المولي. إذا الآن الكسر المولي للبنزين C6H6 شنو يساوي لي؟ يساوي لي خط كسر عدد المولات مال C6H6 مقسوما على عدد المولات الكلي. الآن لو أجي أعوض راح أقول C6 الكسر المولي للبنزين يساوي لي عدد المولات مال البنزين، هذا عدد المولات مال البنزين قد حسبناه؟ حسبناه 0.76. عدد المولات الكلي ايش قد هو؟ 1.19. اذا الان الكسر المولي للبنزين ايش قد يساوي؟ يساوي لما تجي تقسم هذا الرقم على هذا الرقم، عدد المراتب بعد الفوارز متساوي، تقدر تتخلص من الفارزه. فايش قد صار عندك الان الرقم؟ الرقم اللي صار عندك 76 تقسيم 119. لما تقسم هذا الرقم على هذا الرقم الناتج عندك هو 0.63، والكسر المولي هو بدون وحدات. من الكسر المولي صار معلوم، هذا القيمة صارت معلومة، أرجع أعوضها، راح أحسب الآن الضغط البخاري للبنزين. إذا الضغط البخاري للبنزين C6H6 شنو يساوي؟ الكسر المولي للبنزين مضروبا في الضغط البخاري للبنزين النقي، ويساوي الكسر المولي للبنزين حسبناه 0.63 في الضغط البخاري للبنزين النقي. الضغط البخاري بالنسبة للبنزين النقي هو ايش قد يساوي؟ يساوي 44 تور. ايش قد يساوي؟ يساوي 44 تور. ويساوي للآن تضرب هذا الرقم في هذا الرقم، لما تضرب الآن 44 في 63 الناتج يطلع لك 2772. كم مرتبة بعد الفارزة؟ مرتبتين، تمشي مرتبتين وتخلي البوينت مالك. الآن هذا الضغط منطي لك بوحدة التور، فمعنى أنه الضغط اللي حسبته أيضا هو بوحدة التور. إلى هنا يا طلاب انتهى الحل بالنسبة لأول مطلب، وهو أحسب الضغط البخاري الجزيئي للبنزين والتلوين. الآن حسبت الضغط البخاري للبنزين، الآن أجي أحسب الضغط البخاري للتلوين. لما ذول الاثنين يصير معلوم الضغط البخاري لهم، أقدر أحسب الضغط البخاري الكلي. الضغط
الضغط البخاري للتلوين يا طلاب شلون احسبه؟ نفس الطريقه بالضبط، تقول انه يابا الضغط البخاري مال التلوين الضغط البخاري للمكون يساوي الكسر المولي للمكون مضروبا في الضغط البخاري للمكون النقي. المكون الان هو التلوين اللي هو C7H8، معناه الكسر المولي للتلوين مضروبا في الضغط البخاري للتلوين النقي. الان الضغط البخاري للتلوين النقي هذا منطقي لك بالسؤال، لانه قايل لك يابا هاي الضغوط ال 44 مال البنزين، وهذا التلوين النقي الضغط ماله 88.7، فهذا منطقي لك بالسؤال. بقى الكسر المولي مال التلوين منين احسبه؟ من القانون مال الكسر المولي. الكسر المولي للتلوين شنو يساوي؟ يساوي لي عدد المولات مال التلوين بهذا الشكل مقسوما على عدد المولات الكليه. الان لو تلاحظ انه هذول اثنينهم موجودات، عندك عدد المولات مال التلوين، هذا عدد المولات مال التلوين احنا تلقائيا حسبناه قبل شوي، هذا عدد المولات مال التلوين، فاذا هذا معلوم، وعدد المولات الكلي ايضا حسبناه قبل شوي، هذا عدد المولات الكلي، فاذا الان هذول اثنيناتهم معلومين، راح احسب الكسر المولي. لما احسب الكسر المولي ارجع اعوض هنا، راح احسب الضغط البخاري بالنسبه للتلوين. اذا الان الكسر المولي للتلوين C7H8 يساوي لي عدد المولات مال التلوين مقسوما على عدد المولات الكلي. انتبه طلاب، هذه فكرة الحل، الحل النموذجي هو هذا الحل النموذجي اللي الآن أنا جاي أحله إليك، واضح؟ فالآن أجي راح أقول النيابة إنه هو يساوي لي عدد المولات مال التلوين. قد حسبنا عدد المولات مال التلوين هو 0.43، إذا هذا 0.43. عدد المولات الكلي قد حسبنا؟ حسبنا 1.19. الآن لما تقسم هذا الرقم على هذا الرقم يطلع لك انه يابا، طبعا احنا جاي نحسب الكسر المولي للتلوين، فهذا هو الكسر المولي للتلوين. لما الآن تقسم هذا الرقم على هذا الرقم ببساطة جدا، انت شو تقول؟ تقول انه عدد المراتب بعد الفارز متساوي مرتبتين مرتبتين، اقدر اتخلص من الفارزة. فالآن تجي تقسم 43 على 119 قسمة طويلة، راح يطلع لك الناتج كالآتي، يطلع لك الناتج 0.36. الآن بوعي يا طلاب، حسبت الكسر المولي، لما حسبت الكسر المولي للتلوين أقدر أحسب الضغط البخاري للتلوين. إذا الآن الضغط البخاري للتلوين C7H8 يساوي لي الكسر المولي مال المكون مضروبا في الضغط البخاري النقي بالنسبة للمكون اللي هو التلوين C7H8، ويساوي الكسر المولي شقد؟ 0.36 في الضغط البخاري النقي. قايل لك يابا الضغط البخاري للتلوين النقي هو 88.7 تور، هذا 88.7 تور، ويساوي لي، تاخذ الارقام بدون بوينتات، راح تصير 36 في 887، تضرب هذا الرقم في هذا الرقم، الناتج راح يطلع لك هو 31932. كم مرتبة بعد الفارزة؟ من هنا مرتبتين ومن هنا مرتبة، تمشي ثلاث مرات، 1 2 3 وتخلي البوينت مالك. طبعا شوف، انت تبقي الرقم بهذا الشكل صحيح، او اذا تريد تقول اني مرتبة واحدة بعد الفارزة اكتفي، لانه هاي الثلاثة وهاي الاثنين يعني هذول الرقمين ما يتقاربون، ما دام ماكو تقريب فمعناه هذه الارقام ما تأثر، فممكن انت تهملها. هذا الضغط اللي هو 88.7 منطيق لك بالتور، فمعناه هذا اللي حسبته ايضا هو بوحدة التور. الان حسبت الضغط البخاري الجزيئي لكل من البنزين والتلوين، اريد بعد احسب الضغط البخاري الكلي. الضغط البخاري الكلي للمحلول اللي هو بي توتال شنو يساوي؟ يساوي للضغط مال المكون الاول اللي هو البنزين C6H6 اللي هو هذا، زائد الضغط البخاري للمكون الثاني اللي هو التلوين C7H8، ويساوي لي الان الضغط البخاري بالنسبه للبنزين قد حسبته؟ حسبته 27.72، زائد الضغط البخاري بالنسبة للتلوين قد هو؟ هو 31.9، ويساوي، طبعا شوف انت حتى هذه الاثنين هنا اذا تريد تهملها ما تأثر، لانه الاثنين رقم ما يتقرب، فممكن انه تهملها، ممكن انه تهملها على مود سهل على نفسك عملية الجمع، تجمع هذا الرقم ويا هذا الرقم. ببساطة عدد الفوارز بعد المراتب متساوي، اذا اجمع مباشرة 27.7 زائد 31.9، 7 زائد 9 شقد؟ 16.61 باليد، البوينت ويا البوينت بوينت، 1 و7 8 1 9 2 و3 5، اذا الناتج عندك 59.6، هذا تور وهذا تور، فمعناه الضغط الكلي ايضا هو تور. الى هنا يا طلاب انتهى الحل مال هذا السؤال، سؤال قلت لك عليه مهم، والاساتذة يجيبونه بالامتحان الشهري او بامتحان نهاية الكورس، لانه جاي تشوفه يعني سؤال متشعب وبيه هواي من التفكير،
ومثل هذا السؤال هي نمط أسئلة الصف السادس العلمي اللي كلها لازم نسوي مخطط بعدين نحل السؤال. حاولت انه اوضح وابسط السؤال قدر الامكان. من الضروري جدا انه ترجع الفيديو وتباوع الشرح مال السؤال مرة ثانية على مدة ضبطة 100%. الان يا طلاب هذا الشرح او هذا الحل كليته موجود عندك بالملزمة، واذا ما عندك الملزمة المفروض انت مسوي دفتر باليوتيوب تسجل بيه كل هذا الحل قدامك على صفحة، تكتب الفكرة والمخطط وتكتب ايضا الحل النموذجي اللي هو بهذا الشكل. طبعا طلاب انا اليوم كنت مقرر انه اشرح ما تبقى من الفصل، لكن المصور الان جاي يبلغني يقول لي انه وقت التصوير وصل تقريبا 40 دقيقة او 45 دقيقة يعني وقت المحاضرة. اللي بقى هو موضوع واحد وهو درجة الغليان، شلون احسب مقدار الارتفاع بدرجة الغليان وشلون احسب مقدار الانخفاض في درجة الغليان. اذا اشرح هذا الموضوع المتبقي يصير وقت الفيديو تقريبا ساعة ونص او ساعتين الا ثلث، يعني ساعة واربعين دقيقة. فأنا اللي جاي راح اتوقف الى هنا، راح اتوقف وراح تكون عندنا المحاضرة الاخيرة اللي هي المحاضرة السادسة نشرح بها درجة غليان المحلول. فانتظرونا بالمحاضرة القادمة، وإلى ذلك الوقت دمتم في أمان الله، مع السلامة.